التقينا بالقائد ملك عقار نهار اليوم لمناقشة عدد من القضايا التي تهم ولاية النيل الأزرق، في مقدمتها يعني الفراغ الدستوري الحاصل بعد وفاة المرحوم عبد الرحمن نور الدايم، لأن الولاية تشهد حالة فراغ سياسي كبير. فناقشنا معه هذه الجزئية بكل وضوح. الأمر الثاني ناقشنا معه ملف السلام أو بضرورة إنزاله على أرض الواقع بأسرع فرصة ممكنة. الآن مر من تاريخ الاتفاق 7 شهور، هي فترة نحسبها يعني فترة سمينة وضاعت من الولاية. كذلك استعرض اللقاء عدد من القضايا أهمها يعني قضية الطلاب، طلاب ولاية النيل الأزرق بولاية الخرطوم، في ضرورة توفير الإسكان حتى نهيئ البيئة الدراسية والمناخ الجيد للطلاب. وكذلك تحدثنا معه عن دور الحركة الثقافية، وهو كواحد من رواد الحركة الثقافية بولاية النيل الأزرق في أنه إعادة النشاط الثقافي في الولاية، خصوصا يعني مركز ملك عقار كان منارة والاستنارة بالولاية، لذلك لابد من إعادة ترميمه وتأهيله حتى يسهم في رفض الحركة الثقافية بولاية النيل الأزرق.